بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. سعادة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور أشرف أمير، سعادة مدير الإدارة الطبية بشركة فايزر السعودية المحدودة الدكتور هاني الهاشمي، سعادة الدكتورة رجاء الردادي، سعادة الدكتورة فخر بن دهير الأيوبي، الزملاء والزميلات، الأساتذة الصحفيين والإعلاميين، ضيوفنا الأعزاء، الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. في هذه الأمسية المباركة من أمسيات الليالي العشر، وفي هذا اليوم المبارك اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، يوم التروية الذي يتوافد فيه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى استعداداً لبدء تأدية مناسك الحج، فإنه يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا المؤتمر التوعوي الذي نحو حج صحي آمن الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بالتعاون مع شركة فايزر السعودية المحدودة، والذي نهدف من خلاله إلى إيصال مجموعة من الرسائل التوعوية والصحية الموجهة إلى كافة شرائح المجتمع بصفة عامة وإلى جميع حجاج بيت الله الحرام بصفة خاصة، كمشاركة بسيطة منا ومن المنظمين لهذا المؤتمر والمتحدثين فيه لتعزيز الجهود الصحية والطبية التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الصحة لرعاية ضيوف الرحمن. السادة والسيدات الحضور، إنه لمن دواعي سروري أن أدعوكم لبدء المؤتمر الصحفي بالمحاضرة الأولى، وهي بعنوان أهمية الصحة الوقائية للحاج في زمن كورونا، وسيقدمها استشاري طب الأسرة المدير التنفيذي لعلاقة كبار الشخصيات بالمركز الطبي الدولي بجدة، أستاذ مساعد فخري بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، ونائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع سعادة الدكتور أشرف أمير، فليتفضل سعادته مشكورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا إخواني وأخواتي الكرام الإعلاميين والصحفيين، زملاء الكرام المتحدثين، زملائنا في شركة فايزر وشركة ملتقى الخبرات، أشكر لكم يعني ضيافتكم واستضافتكم لنا لهذا الحدث المهم في هذا المؤتمر الصحفي. وحقيقة إحنا سعداء بدخولنا في هذه الأيام المباركة من شهر ذي الحجة، وإحنا الآن أمام حدث كبير جداً وتجمع عظيم جداً، هو حج عام 1442، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميعاً بهذه الجهود الكبيرة اللي بذلت في تأمين هذا الحج بمشيئة الله سبحانه وتعالى، حتى يصبح أحد النجاحات المتكررة والمتلاحقة لتنعم بها يعني دولتنا ووطننا العزيز. طبعاً كلنا نعرف أنه إحنا الآن العالم يتحول من الصحة العلاجية إلى الصحة الوقائية. ليش؟ لسبب بسيط جداً، أن الصحة الوقائية بتأمن سلامة المجتمعات ورفاهية الأفراد وتحافظ على المقدرات والإمكانيات المتاحة للدول والنظم الصحية من الهدر الكبير اللي ممكن أدي في علاج المرض أكثر تكلفة، وله واقع قد يكون يعني مجهد كبير على للمجتمعات وايضا النظم الصحيه كمقدرات. واليوم احنا راح نلقي الضوء على احد الجوانب الصحيه اللي هي تؤمن بمشيئه الله صحه الحاج وامان الحاج من الامراض والاصابات، وراح ايضا نلقي الضوء على الجهود الكبيره اللي قدمتها القطاعات الحكوميه المشاركه لنا في الاستعداد لهذا الحج باذن الله. فاذا اخواني اخواتي الكرام، راح أتكلم أو أتحدث اليوم عن أهمية الصحة الوقائية للحاج في هذا العصر المحدد الخاص وهو زمن كورونا، وهذا يعتبر أحد التحديات الكبيرة اللي بنمر فيها الآن في هذه الأوقات.
طيب، إذا المحاور الأساسية اللي راح أتكلم عنها طبعاً هو موضوعي يتكون من 3 أو 4 تقريباً محاور أساسية. راح أتحدث عن الصحة، نحن نتكلم عن الصحة الوقائية، وبالتالي راح نتحدث عن الوقاية، وأيضاً نتحدث عن الحج، حج 1442، وأيضاً راح نتحدث عن ملابسات هذا الحج والظروف المميزة اللي بيقع فيها وهو زمن كورونا وما يتبعه من احتياطات واشتراطات وتحديات كبيرة بنواجهها في هذا الزمن. طبعاً هرجع بكم إلى سنة 1978 وأذكر نفسي وأذكركم أن الصحة ليست فقط الخلو من المرض، الصحة هي حالة من التكامل الجسدي والعقلي والنفسي والاجتماعي وليس الخلو من المرض. إذن لما نتحدث عن الصحة الوقائية أو صحة الحاج، لابد أن هذه العناصر الأساسية الأربعة لابد أن تكون مترابطة مع بعض، السلامة الجسدية والسلامة العقلية والسلامة النفسية والسلامة الاجتماعية. التكامل الجسدي هو إذن خلو جسد الحاج أو الخلو الحاج جسدياً من الأمراض والإعاقات، وهذا هدف من الأهداف أن نأمن سلامته خلال هذا الموسم. أيضاً التكامل العقلي وهو جزء من تعريف الصحة، إذن قدرة هذا الحاج على سلامة العقلية وقدرته على تفكير السليم واتخاذ القرارات الصحيحة. التكامل النفسي طبعاً خلو الحاج من الأمراض النفسية والذهنية والموترات والأعراض النفسية اللي ممكن تؤدي إلى اعتلال الحاج نفسياً. التكامل الاجتماعي هو القدرة على التواصل والاندماج الاجتماعي الموزون. إذن هذه هي بمجملها تعريف الصحة، ويمكن هذه أحد الأهداف اللي سعت إليها وزارة الصحة في تأمين هذه العناصر الأربعة من خلال كل ما جندته من إمكانيات وقدرات على أساس تحقق هذا الهدف الكبير للمفهوم الشمولي. أيضا لما نيجي نتكلم عن الوقاية بتعريفها البسيط جدا، نقدر نقول درهم ووقاية خير من قنطار علاج. إذا الوقاية هي الأساس، وزي ما ذكر ابن سينا في كتاب القانون لابن سينا لما ذكر أن الطب هو حفظ صحة وبر مرض. حفظ الصحة، إذا الصحة وقاية الصحة وقاية النفس تأتي بالمرحلة الأولى، ثم العلاج يأتي بالمرتبة الثانية. وطبعا إيش هي الوقاية؟ هي كل التدابير الاحترازية اللي بيقوم بها الحاج أو تقوم بها المؤسسات اللي بتعني بصحة هذا الحاج للحفاظ على صحته ووقايته من الأمراض والأوبئة المختلفة. ممكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وخبرة المملكة العربية السعودية في أعوام طويلة مديدة من الحج الآمن السالم. الحمد لله أصبحنا أكثر الشعوب قدرة على إدارة الحشود وقدرة على تأمين بمشيئة الله سلامة هذا الحشود من الأوبئة والإصابات المختلفة. إذن الوقاية بتعطينا نتاج وبتعطينا حصيلة نسعى لها، وهي توفير توفر على الحاج المعاناة والوقت والجهد والمال. لو لا قدر الله أصيب، فهذه المعاناة كلها في الوقت والإصابة والمعاناة الجسدية راح تنتهي تماما. نساعد على الوقاية، تساعد على الوقاية من الإصابة والمرض، وتضفي أجواء من الإحساس بالأمن الصحي في مواسم الحج. وهذه من الناحية النفسية عنصر مهم جدا لكل حاج أن يدخل موسم الحج وهو عنده إحساس، لأنه هذه التدابير كلها أخذت لتأمين سلامته وتأمين صحته والحفاظ عليه من الإصابات والإعاقات والأمراض. إذن الحج في جائحة كوفيد-19، نرجع للعام الماضي، لأن العام الماضي كان أيضا هي عبارة هو سنة من السنوات المميزة. وبالتالي في الحج سنة 1421، الحج والعمرة قبل 1441 كان الحج والعمرة سنويا بتعقد، وكان في حشود من الحجيج من أكثر من 180 دولة وأكثر من 20 معتمر على مدار السنة، وتقريبا ما بين 2.5 إلى 3 ملايين حاج بيجونا عن طريق وسائل النقل المختلفة، ولعلها يمكن الطائرات والمطارات كانت بتستوعب حوالي 89% من الحجيج. لكن إيش اللي صار في حج 1441 الماضي؟ أصبح في تعليق للعمرة، الحج أصبح لأعداد محدودة قد تصل إلى عشرات الآلاف فقط البسيطة، ونسب الحج حددت ما بين حجاج الداخل بالإضافة إلى حجاج المقيمين. لكن إحنا الآن في زمن كورونا، وبالتالي اتخذت وزارة الصحة والدولة إجراءات كبيرة جدا لتسطيح المنحنى. ويمكن إحنا الآن على مدار السنة ونصف تقريبا من بداية الجائحة
بذلت كثير من الجهود واخذت بعض الاجراءات الوقائيه والاشتراطات الصارمه جدا لتعليق بعض كثير من الانشطه الحيويه بما فيها المدارس والسفر وغيرها من الانشطه اليوميه الحيويه، وهو للحفاظ على نسب من الاصابات تصل الى دون مستوى قدره النظم الصحيه. للاسف احنا بنشوف انه في كثير من الدول الاوروبيه وبعض الدول الاخرى في العالم اصبحت عندها كميه كبيره من الاصابات فاقت امكانيات حدود النظم الصحيه عندها، ودخلوا في كارثه صحيه كبيره جدا عجزت عنها الدول في احتواء هذه الجائحه. لكن عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم يعني بالتخطيط الاستراتيجي الحكيم استطعنا من تسطيح المنحنى، وبالتالي تمكنا على مدار السنه ونص الماضيه الحمد لله من احتواء الجائحه، وما كان عندنا عجز باذن الله في الموارد المتاحه والمطلوبه للقيام بواجباتنا تجاه. طبعا في زمن الكورونا طبعا الحمد لله كان احد القرارات السليمه لوزاره الصحه هو اختيار اللقاحات المناسبه اللي هي تعطي فاعليه اكبر وتؤمن سلامه المواطنين بتغطية كبيرة لأنواع الكوفيد بما فيها من سلالات مختلفة. فعندنا ثلاثة من التطعيمات المعروفة تعطي 95%، وعندنا تطعيمة الأسترازينيكا من 70%. يمكن كلنا بدأنا خلال الشهور الماضية يعني نتعلم أشياء كثيرة ونعرف الكثير عن فاعلية هذه اللقاحات وأهميتها بالنسبة لنا. طبعا فعالية اللقاحات هذه أثبتت حقيقة بكثير من الإثباتات من الـ WHO منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض المعدية العالمي وحتى المحلي عندنا في المملكة بما فيها وزارة الصحة. فأصبح عندنا فعالية اللقاح اللي هو الـ mRNA الجرعة الأولى والجرعة الثانية بعد 14 يوم من الجرعة الثانية بتصل نسبة الوقاية من احتمالية التنويم في المستشفى إلى 94%، فإذا في حماية عالية الجودة وفائقة المستوى في هذه النوعية من التطعيمات. أيضا بالنسبة لمقدمين الرعاية الصحية بعد الجرعة الأولى والجرعة الثانية 94% فعالية الوقاية من أعراض الكوفيد 19، وبالتالي هذه كان كلها اختيارات سديدة وحكيمة لتأمين فعالية هذه اللقاحات واحتواء الجائحة وبالذات والتحضير لحج هذا العام. لكن إيش وضعنا الآن بالنسبة للحالة الوبائية؟ وهذه أحد إصدارات وزارة الصحة قريبا، فوجدوا أن حوالي 99% من حالات الكورونا الحرجة في المملكة حاليا لغير المطعمين. شايفين النسبة عالية كبيرة جدا لغير المطعمين، لكن كم نسبة الإصابات بالنسبة اللي أخذوا تطعيمة واحدة فقط؟ هي حوالي 5 إلى 6%. كم نسبة الإصابة اللي أخذوا جرعتين؟ هي تقريبا لا تتجاوز 1%. إذن هذه دلالة واضحة وصريحة أن التطعيمات مهمة جدا لتأمين سلامة المواطن والمقيم وأيضا الحاج في حج عام 1442. إذن هو السباق بين الوقاية والمرض. في عندنا المرض يتسابق مع الفاكسينز، وأصبح عندنا الحمد لله حملات توعية ولتوعية أفراد المجتمع للحصول على التطعيمات. وإحنا الحمد لله وصلنا إلى حوالي أكثر من 21 مليون جرعة أعطيت وغطيت في مجتمعنا في المملكة العربية السعودية. إجمالي الحالات حوالي 500,000 تقريبا على حسب إحصائيات أمس أو قبل أمس. إذن إيش هي الاشتراطات الحج الآمن في 1440؟ طبعا وزارة الحج أخذت على عاتقها بالتعاون والمشورة مع كثير من القطاعات ذات العلاقة بما فيها وزارة الصحة، وأصبح في تحديد لحجم الحجاج لهذا العام بحيث يشمل فقط المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي حوالي 60,000 حاج. وطبعا هذا استمرار للإجراءات الاحترازية اللي احنا قاعدين ناخذها لاحتواء فيروس كورونا وعدم تعطيل هذه الشعيرة المهمة في حياتنا وحياة الأمة الإسلامية. أيضا الفئات العمرية حددت ما بين 18 إلى 54، ويمكن أهم اشتراط أخذ وأعتقد هو من الاشتراطات جدا رائعة هو خلو الحجاج من الأمراض المزمنة على أساس ما يكون في أي نوع من أنواع الخطورة، ولو شيء بسيط أنه أحد الحجاج ممكن أو مجموعة من الحجاج يصابوا ببعض الاعتلالات بسبب أمراض مزمنة موجودة عندهم. أيضا فئات التحصين حددت محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يوم أو محصن متعافي من الإصابة. إذن هذه الاشتراطات الصعبة حقيقة لكنها سديدة جدا في
تأمين هذا الحج إن شاء الله بحيث أنه يصبح حج آمن. أيضا لو رجعنا لسنة 1441 العام الماضي، أيضا المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض اللي هو السعودي CDC وضع بروتوكول أيضا مهم جدا، منع لمس الكعبة والحجر الأسود، ارتداء الكمامات، استخدام السجادات الشخصية، وتوزيع الحجاج على الخيام حيث عددهم ما يتجاوز 10 حجاج لكل 50 متر مربع من مساحة الخيام، والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي بمسافة 1.5 متر إلى 2 متر بين الحجاج. فهذه كلها أعتقد اشتراطات كانت مهمة جدا. أيضا يزود الحجاج بحصى معقمة أو موضوعة في أكياس، وفي جدول أيضا لحركة الحجاج إلى الجمرات، وبالتالي بيكون في 50 حاج في كل فئة في كل مرحلة من المراحل، وهذه أيضا بتؤمن سلاسة الحركة الانسيابية للحجاج وتأمين عدم الاختلاط المباشر وعدم التعرض للإصابة بسبب الاختلاط الشديد والازدحام الشديد، منع لمس الكعبة المشرفة والحجر الأسود، ووضع حواجز ومشرفين لمراقبة الاقتراب من هذه الحواجز، وضع الملصقات الأرضية للتباعد. هذه كلها اشتراطات اوكي، هذه هي الاشتراطات اللي احنا تحدثنا عنها الحج امن، وانا على تم الاستعداد اني اعطي محاضرتي هذه لكل الزملاء الاعلاميين حتى تكون بالنسبه لهم يعني وسيله لاسترجاع الاشياء اللي احنا يمكن ما شافوها، لكن اتمنى ان شاء الله تكون امور واضحه. ارسلها للزملاء كلهم ان شاء الله. نعم. طيب اذا النصائح اللي احنا نبغى نوصلها للحجاج، يمكن هذا المنبر اللي احنا من خلاله بنتحدث، انه لابد انه هذه الرساله تصل الى كل الحجاج وكل من يهتم بخدمه الحجاج، حتى نصل في النهايه الى وسائل تؤمن بمشيئه الله سبحانه وتعالى سلامه هذا الحج، هو الابتعاد عن الاماكن المزدحمه حتى لو كان في اشتراطات وفي انظمه تحد من الازدحام، لكن لابد يكون هذا اهتمام ينبع من داخل الحاج نفسه ويؤمن سلامته وسلامه الاخرين، الحفاظ على التباعد الاجتماعي مسافه لا تقل ما بين متر ونص الى 2 متر، ارتداء القفازات وكمامات الوجه. ويمكن احنا خلال السنه ونص الماضيه هذه تعلمنا يعني يمكن هذا الجزء الايجابي للكورونا بالرغم من المشاكل اللي صارت كوباء، لكن تعلمنا بعض السلوكيات الصحيه الصحيحه من خلال التباعد الاجتماعي، من خلال لبس القفازات والكمامات وتعقيم الايادي واستخدام المناديل الورقيه عند السعال والتخلص الامن منها، وتعلم اتيكيت عمليه العطس والكحه في المرفق وليس في اليد على اساس ما تكون اليد هي وسيله لانتقال العدوى، الحفاظ على النظافه الشخصيه وغسل اليدين. طبعا وزاره الصحه بين فتره وفتره بتصدر بعض التعليمات، ويمكن التعليمات هذه احد اهم النقاط انه لابد الحاج يتتبع هذه التعليمات على حسب تحديثاتها، وبالتالي يستطيع الاطلاع على التوصيات الجديده والتفاعل معها، لانه في النهايه احنا بنعطي المعلومه وبنعطي السلوكيات الصحيحه للحاج المفترض يتبعها، وبالتالي ننتظر المردود الايجابي من خلال هذه السلوكيات الصحيه اللي من خلالها ان شاء الله يتتبع الاجراء الصحيح. ايضا التاكد من سلامه صلاحيات الاطعمه قبل تناولها مهمه جدا، لانه في موسم الحج والحر الموجود فيه بعض الميكروبات بالذات الميكروبات العنقوديه البكتيريه بتنشط في هذه الفتره، وبالتالي قد يصاب بعض الاشخاص ببعض المشاكل لها علاقه بالالتهابات المعويه، وهذه من الاشياء المتوقعه خلال فتره الصيف في كل الاماكن وليس فقط داخل الحج، الحفاظ على نظافه البيئه والنظافه العامه. اذا سلام يعني مسؤوليه الحاج ليست فقط سلامته ونظافته الشخصيه فقط، بل ايضا ما يحيط به من اماكن وبيئه واماكن عامه، ولابد ان يتتبع الطريقه الصحيحه والمثاليه للتخلص من النفايات والطريقه السليمه وغسل الايادي. طبعا لاننا نحن بنمر الان بفتره فيها حر شديد وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى قوة أشعة الشمس في هذه الفترة، فكثير من الأشخاص حتى الحجاج أيضا في أثناء يعني إجراء يعني تتبعهم للمشاعر والإجراءات اللي بيتبعوها، فبالتأكيد راح يكون هناك في التعرض للشمس فترة طويلة ويكون في نوع من أنواع الجفاف، فشرب السوائل مهم جدا وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة باستخدام المظلات الشمسية للوقاية من ضربات الشمس أو الإيجاد الحراري، لأنه الاثنين هذول يعني من الأشياء الشائعة بالذات الناس اللي تعرض للشمس في فترات لفترة طويلة خلال هذه الفترة، الحرص على نظافة وجفاف منطقة ما بين الفخذين للوقاية من حدوث التسلخات الجلدية، وهذه دائما في الحج كنا بنشوفها بكثرة في عيادات الحج، وحتى في يعني تعتبر من أهم المشاكل اللي بيتعرض لها الحاج خلال
مواسم الحج الحارة، الحرص على وضع سوار حول المعصم عشان نحدد الاسم والهوية، وإذا كان في بعض الاحترازات الطبية، الحرص على احتواء الحقيبة الطبية على أدوات التعقيم، وأعتقد زملائي إن شاء الله هيتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل، استعمال أدوات تستخدم مرة واحدة لحلق الشعر الرأس، والحمد لله وضعت وزارة الصحة اشتراطات واضحة جدا وصريحة وصارمة في هذا الشأن. طبعا نصيحتنا انه ما في احد يلمس عينه او انفه او الفم الا عند الضروره بعد التاكد من نظافه الايدي، لان هذه هي الوسيله التي تنتقل الكثير من الامراض المعديه والامراض التنفسيه من ضمنها الكورونا. طبعا كثير من الحجاج في عرفه يعمدوا الى تسلق الجبل ووصول اماكن مرتفعه بحكم يعني كسب الاجر والثواب، لكن هذا قد يعرضهم للانزلاق ويحدد سلامتهم. والنصيحه الاخيره هو التوجه لاقرب مركز صحي اذا كان هناك اي اصابه في لا قدر الله. الحج طبعا في تطعيمات راح يتكلم عنها الزملاء والاخوان. حمى الشوكيه هذه احد اللقاحات المهمه، يمكن اعطتها يعني كانت احد الشروط لدخول الحج هو الحصول عليها، الانفلونزا الموسميه ولقاح الكوفيد. وطبعا هذه تخضع لاشتراطات معينه وضعتها وزاره الصحه. وكل هذه النصائح اتمنى انها يعني تكون نصائح يلتزم بها الحاج، وبالتالي نصل ان شاء الله الى حج امن، وفتره من الفترات اللي هي قد تكون تحت وطاه كثير من الظروف المتغيرات الصعبه بما فيها الكورونا ومواسم الحر وغيرها، لكن باذن الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الحج حج ناجح يضاف الى النجاحات المتلاحقه والمتتابعه لوزاره الصحه ولوطننا العزيز. أشكر لكم حسن استماعكم وأشكر لكم هذه الفرصة الرائعة. شكرا لكم دكتور أشرف، محاضرة شاملة وقيمة استفدنا منها جميعا. الأخوة والأخوات، بعد مشاهدتنا لهذه المحاضرة القيمة يسعدني أن أقدم لحضراتكم متحدثتنا الثانية في هذا اللقاء العلمي والتوعوي، وهي أستاذ مساعد واستشاري طب المجتمع بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، عضو المجلس العلمي للزمالة السعودية، سعادة الدكتورة رجاء بنت محمد الردادي، وستقدم لنا محاضرة بعنوان الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها. فلتتفضل سعادة الدكتورة رجاء بتقديم محاضرتها لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا سعادة نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع والمنظمين لهذا المؤتمر، الأخوة الإعلاميين والصحفيين وجميع الحضور الكرام، دكتورنا عبد الحفيظ الأخوجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم بعد دكتورنا الكبير دكتور أشرف أمير، وشكرا دكتور أشرف لتسهيل المهمة أمامي بتقديم جميع المقدمات التي أحتاجها للدخول في الموضوع. سأتكلم اليوم عن الأمراض الوبائية وكيفية الوقاية منها في الحج. سيتمحور الحديث حول سلسلة العدوى وكيف أن الوقاية والعلاج وجميع ما نتكلم عنه في الوقاية من الأمراض المعدية أو في الإصابة فيها أو أي شيء يعتمد على سلسلة العدوى. نبدأ بعامل العدوى. أحببت أن ألخص الأنواع الرئيسية لمسببات العدوى التي يأتي بها كثير من الحجاج أثناء الحج، وتحاول جميع الجهات الصحية الوقاية منها وتقليل الإصابة بها. هي الإصابات البكتيرية، فكما نعرف البكتيريا هي كائنات مجهرية وحيدة الخلية دون نواة، من أمثلتها المكور الرئوية والمكور السحائية، وهي التي تسبب أمراض التهاب الرئوي والتهاب السحايا أو ما يعرف بالحمى الشوكية. الفيروسات وهي كائن حي يصغر الجرثومة ولا يمتلك القدرة على الحياة بشكل مستقل، ومن الأمثلة الفيروسية الأنفية التي تسبب نزلة البرد أو الزكام الشائع البسيط، وكوفيد 19 أو ما يعرف بالكورونا وهو ما سبب الوباء في الفترة الأخيرة، منها الإنفلونزا كذلك من أهم الفيروسات. تعد هذه أشهر الأمراض التي يجب أن تسليط الضوء عليها أثناء فترة الحج، إضافة إلى بعض الفطريات والطفيليات، ولكن لضيق الوقت سنسلط الضوء على الأمراض البكتيرية والفيروسية التي ممكن أن يصاب بها لا سمح الله الحجاج. لو بدأنا بالسلسلة، عمل الطب الوقائي هو قطع هذه السلسلة، قطع السلسلة ما بين عامل العدوى وحامل العدوى
أو بين حامل العدوى وخروج العدوى وكذلك ما بعدها. فقطع أي مكان من السلسلة يعتمد على نوع الجرثومة. فمثلا بعض الجراثيم موجود لها تطعيم، فإحنا نحصن المضيف المحتمل. إذا عنده تحصين خلاص كسرنا سلسلة العدوى، فما فلن يستطيع الوصول للعدوى إليه. وهكذا كل جهة من السلسلة هذه في مرض من الأمراض يعتمد عليها. لو بدأنا بأنواع مخازن المرض، مصدر الإصابة بالمرض ممكن يكون إنسان أو الحيوان أو المحيط الخارجي مثل الرمل، أو متواجد في الأماكن فيما حولنا، تواجد الجرثومة في أماكن حولنا. يمكن هذه الشريحة تعتبر من أهم الشرائح، لو اعتبرنا أنه في الحج سنتكلم عن الإنسان كمخزن للعدوى. فالشخص المريض الكل يعرف أنه مريض، وإذا كان المرض يحتاج إلى عزل، إذا كان المرض ينتقل عن طريق الرذاذ، إذا كان ينتقل عن طريق الدم ففي لها إجراءات أخرى، إذا كان عن طريق الطعام لها إجراءات. ولكن الصعوبة في حامل المرض، ولخصنا حامل المرض هنا إلى 3 أنواع: الحامل الحاضن، وهو من يحمل جرثومة المرض قبل أن تظهر عليه الأعراض. هو عنده الجرثومة قابل لأنه يعدي غيره، ما ظهرت عليه الأعراض، فما نعرف إنه هو ممكن يكون مصدر للعدوى، وهذا يعتبر خطر. الحاضن المتماثل، ولكن يمكن ما تكون عندنا كثيرة في الأمراض المتعلقة بالحج، تكون بعض الأمراض كثيرة في بعض الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء. الحامل الصحي يحمل المرض ولكن لا تظهر عليه الأعراض، يعني هو ما تظهر عليه الأعراض حتى بعد فترة الحضانة، تكون مناعته ما يعني قوية، أو يعني استطاع أن يتغلب على المرض، لكن ممكن يكون معدي للمرض. ومن الأمثلة عندنا هنا أنه في الحمى الشوكية، أنه في كثير مجموعة يكون عندهم الجرثومة موجودة في الحلق، لكن هو ما يصيب المرض، لكن هو ممكن يعدي غيره. فهذه من أحد ومشكلة الازدحام، أو زي ما نتكلم عنها في الحشود، في التجمعات اللي فيها حشود، تزيد نسبة من الحاملين للجرثومة الذين لا تظهر عليهم الأعراض. الحمد لله كما ذكر الدكتور أشرف أنه في الفترة الأخيرة عدد الحجاج أقل واقتصرت على حجاج الداخل، فيمكن يكون الوضع في السنة الماضية وهذه السنة أفضل من غيرها، لكن يظل معرفتنا بالعلم ومعرفتنا بطريقة انتقال العدوى وأنواع العدوى وأنواع الأمراض مهم في كل الأحوال. السلسلة الثالثة هي خروج العدوى. كيف تخرج العدوى؟ يهمنا هل هذه العدوى كما نتحدث الآن في فترة الحج، يهمنا العدوى التي تنتقل عن طريق الرذاذ، وكل الأمراض اللي ذكرناها تنتقل عن طريق الرذاذ، سواء كانت الإنفلونزا أو الزكام أو الكوفيد 19 حتى الحمى الشوكية. فطريقة خروج العدوى، تفضل دكتور أشرف تكلم عن الإجراءات الوقائية التي يجب على الحج أو الشخص الالتزام بها لحماية نفسه وحماية غيره من الإصابة بالعدوى. مخارج العدوى تلخص في هذه الشريحة لجميع الأمراض مثل إفراز الأعضاء التناسلية، الجروح المتقيحة أو الملوثة، إفرازات الأغشية المخاطية، البول وإفرازات الجهاز البولي، الرذاذ وإفرازات الأنف، اللعاب وإفرازات الفم، البراز وإفرازات الشرج. وبناء عليه الأمراض الجهاز الهضمي تفرز عن طريق الجهاز الهضمي، والإفرازات التي والانتقال عن طريق الجهاز التنفسي سيكون عن طريق الرذاذ أو عن طريق اللعاب أو عن طريق الجهاز التنفسي. فلذلك معرفتنا بمخارج العدوى، ففي هذه الحال بكل بساطة إنه الإصابة بالأمراض العدوى التنفسية كتكون عن طريق الرذاذ من الجهاز التنفسي في العدوى المباشرة. هناك طريقة أخرى للعدوى غير المباشرة، وهي أن تكون الرذاذ موجود على الأسطح أو على الأماكن حولنا، وسنتحدث ذلك عن طريق طرق العدوى، وهي السلسلة التي نتبعها. العدوى المباشرة كما ذكرنا، وعدوى غير مباشرة. بالنسبة للعدوى المباشرة، تعرض لشخص آخر مريض، قد يكون انتقال العدوى من المريض عن طريق الملامسة المباشرة، أو عن طريق سوائل الجسم، أو عن طريق اللمس أو المصافحة وهكذا. وهناك التعرض للحيوانات،
إذا كان المرض ينتقل عن طريق الحيوانات، وكذلك ممكن انتقال العدوى من الأم الحامل إلى الجنين عن طريق الحبل السري أو وقت الولادة. العدوى غير المباشرة وتتضمن لمس الأسطح الملوثة، مثال وجود الرذاذ على سطح على سطح من مخرجات الشخص المريض، إنه أن يكون الرذاذ في سطح من الأماكن الكثيرة الاستعمال مثل الباب، الأبواب أو الأسطح التي نتعامل معها يوميا. كذلك العدوى غير المباشرة تناول طعام يحتوي على عوامل ملوثة أو التعرض للملوث مثل الناموس والبراغيث أو بعض الأشياء التي ممكن أن تنقل الحشرات التي ممكن أن تنقل الأمراض. بالنسبة لدخول العدوى فنتحدث عن مداخل العدوى، ممكن الفم والجهاز الهضمي، خدش أو جرح الأنف والجهاز التنفسي، نقل الدم ومشتقاته، وكل هذا يعتمد على نوع العدوى، ما هو المرض وما هو العدوى وكيف تخرج الجرثومة كما ذكرنا سابقا وكيف ممكن أن تنتقل إلى الجسم. فبالنسبة لوضعنا الآن ولما نتحدث عنه لضيق الوقت لن نتحدث عن جميع الأمراض التي ممكن أن يصاب بها، ولكن نتكلم عن أشهرها وأهمها علاقة بالحج والتي لها طرق وقائية ممكن أن نقي أنفسنا منها. طبعا الجهاز الهضمي لن نتحدث عنه لأنه الإجراءات الوقائية التي تتبعتها جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بموضوع الحجاج وتوفير الأماكن وتنظيف الأماكن والأكل الصحي والأكل وطريقة طهي الطعام وطريقة تقديمه، والله الحمد ستكون لها دور كبير في منع الإصابة بهذه الأمراض عن طريق الأكل. لكن يجب على الحاج برضو معرفة أنه هو كيف يحفظ الأكل، مثلا ممكن يجي الأكل سليم لكن هو يحتفظ فيه بطريقة غير سليمة، ومع الجو الحار ممكن أن ينتقل له بعض الجراثيم التي تنتقل عن طريق الغذاء. فهي إجراءاتها التخزين الصحيح للأكل وعدم الأكل عدم تخزين الأكل لفترة طويلة في هذا الجو الحار، واتباع الإجراءات واتباع التعليمات التي تردهم من الحملات الحج. نأتي للعدوى المهمة لنا الآن وهي الأنف والجهاز التنفسي والتي هي محور حديثنا لهذا اليوم، حيث هي أشهر الأمراض التي ممكن أن تنتقل في فترة الحج. فذكرنا مسبب العدوى ممكن يكون بكتيريا أو ممكن يكون فيروس، كيف نعرفه، كيف نعرف سلسلة العدوى ونوع العدوى، لازم نعرف فترة الحضانة للأمراض، كذلك معرفة المرض والإصابة بالمرض، وهل هذا المرض له هناك حامل للمرض يجب التنبه له أم لا. هذا تمثيل لفترة الحضانة، حيث أن ممكن يكون الشخص عنده مصاب ولكن لا يعرف، وتبدأ الأعراض ويكون قد يعني تعرض له كثير من الأشخاص المخالطين له دون أن يعلموا أن الشخص في فترة حضانة وأنه مصاب. طبعا هذا الكلام الآن بالنسبة لنا في كوفيد 19 أو في الكورونا، لأنه وباء عالمي وأصبح عندنا التطبيقات وتوكلنا وأصبحنا نعرف المصاب من المخالط، ولكن بقية الأمراض الأخرى مثل الإنفلونزا الموسمية، الحمى الشوكية أو الزكام أو أي من الأمراض، وممكن يكون هناك أمراض جديدة لا نعرفها ممكن أن تنتقل بهذا الشكل. فاتباع الإجراءات الوقائية في جميع الأوقات وجميع الأزمان، حتى لو كنا نعرف أننا إحنا محصنين ممكن إحنا في أمراض جديدة إحنا ما نعرفها، وممكن يكون في نوبات من الزكام أو الفيروسات التي تصيبنا بالزكام عددها كثير جدا وكبير جدا ممكن الواحد يصاب. فاتباع الإجراءات الوقائية المذكورة، تفضل عن الدكتور أشرف أمير تحدث عنها وسأتحدث عن بعضها الآن، مهمة جدا للوقاية من الأمراض التنفسية في فترة الحج. إذن الأمراض المعدية المنتقلة عن طريق الرذاذ والتي يهمنا التحدث عنها هي الإنفلونزا الموسمية، الحمى الشوكية، والزكام، وكوفيد 19 أو الكورونا. الحمى الشوكية أو ما يعرف بالتهاب السحايا، السحايا هي الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، يمكن أن تصيب أي شخص، وعادة تكون في فترة الحج أو فترة في الأماكن المزدحمة ممكن أنه يحصل منها وباء. وإن الآن يعني لله الحمد نحن لا نسمع عن وباء ونعرف أنه هذا المرض أصبح نادر، لكنه أصبح نادر بوجود التطعيم. في حال توقفنا عن التطعيم أو عدم الالتزام بالتطعيم سيعود المرض، وممكن يعود على شكل أوبئة أو فاشيات تظهر من وقت لآخر. تنتقل أغلب أنواع الحمى الشوكية عن طريق إفرازات الجهاز التنفسي.
كما نعلم أن الحمى الشوكية لها أنواع فيروسية وبكتيرية، أشهرها والتي تنتشر في الحج هي البكتيرية، والتي ولله الحمد يوجد لها تطعيم. بداية أعراضها تشبه الإنفلونزا، ولكن تزداد حدة في فترة سريعة جداً، وأخذ اللقاح من أهم سبل الوقاية من هذا المرض، لأنه مرض خطير ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة، ممكن يؤدي إلى الوفاة، يتسارع بسرعة، وأعراضه البدائية تبدو سهلة وتبدو كأنها إنفلونزا أو زكام عادي، ولكنها تتدهور بسرعة شديدة إلى أن يصل المرض إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة لا سمح الله. الوقاية، تفضل أخي دكتور أشرف تكلم عن غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات، تجنب لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين، المحافظة على النظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير، الابتعاد عن التقبيل أو المعانقة عند تحية الآخرين، تهوية الأماكن والغرف، الحرص على تنظيف الأدوات والأسطح التي يجري لمسها كثيراً مثل مقابض الأبواب، الهواتف، أو جميع الأدوات حولنا التي يمكن أو يحتمل تلوثها بالرذاذ. كذلك يجب استخدام منديل ورقي عند العطاس أو السعال، وفي حال عدم توفر منديل ورقي استعمال المرفق أمام الفم أو الأنف عند العطس أو السعال وليست اليد، تجنب مخالطة المصابين. عادة هذا ما نعرف ونتعارف عليه في الوقاية من الأمراض، ولكننا ننسى دائما دور التغذية الجيدة، تناول الخضروات والفواكه، الإكثار من شرب السوائل، تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات، كذلك النوم، أخذ قسط كاف من النوم، نقول 8 ساعات أو على الأقل من 6 إلى 8 ساعات يومياً، ليحافظ الجسم على نشاطه وحيويته ويكون مستعداً لمقاومة المرض بشكل أفضل. أغلب الدراسات الحديثة أثبتت علاقة عدم كفاية النوم بالإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، إنها تؤثر على مناعة الجسم وقدرته على مكافحة الأمراض. كذلك الأمراض المزمنة، السكري وغيرها، لها علاقة وطيدة، وجميع الأبحاث الحالية تناقش موضوع قسط النوم الكافي الذي يعتبر من 6 إلى 8 ساعات، بمتوسط 7 ساعات يومياً كافية. فإذا حتى في اتخاذ الإجراءات لا سمح الله، أو الشخص تعرض للجرثومة بأي من الجراثيم أو أي من الإصابات، نمط الحياة الذي يعتمد على التغذية السليمة وشرب السوائل والنوم الكافي وكذلك الرياضة، ممارسة الرياضة تحد من الإصابة بالأمراض، وإن أصيب الشخص تحد من شدة المرض أو الإصابة بمضاعفات المرض. نتحدث أخيراً عن اللقاحات التي يجب على الحاج أخذها أثناء الحج. لدينا الحمى الشوكية، اللي هي الحمى الشوكية البكتيرية، وما يسمى اللقاح الرباعي اللي هو ضد A, C, Y and W135. فهذا اللقاح يجب أخذه قبل الذهاب لفريضة الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات في حال استخدام اللقاح متعدد السكريات. أما في حال استخدام اللقاح المدمج فالمدة قد تصل إلى 5 سنوات. كذلك يمكن استخدام هذا اللقاح لمن هم عمرهم فوق 55 سنة، فهو آمن بالنسبة لهم اللقاح المدمج. الإنفلونزا الموسمية كما نعلم قبل الحج بأسبوعين أو على الأقل 10 أيام مطلوب من الحجاج أخذ الإنفلونزا الموسمية، وكما نعلم أنه يفضل أنه جميع السكان أو على الأصح يعني يجب على كل من المصابين بأمراض مزمنة وعندهم مناعة أو معرضين للخطر أخذها سنوياً، وينصح بها عند الحج. كوفيد 19، تفضل الدكتور أشرف بالكلام عن بشرح الكوفيد 19 وبالوقت الحالي عن طريق الإعلام وعن طريق التطبيقات التي نستخدمها بصفة وضعنا الآن في جائحة، فالجميع يعرف أنواع الكوفيد 19، اللقاحات ضد الكوفيد 19، وأخذ جرعتين مطلوب للحضور للحج أو لمن هو متعافى فيكتفى بجرعة واحدة موافقة له للحج. فالحمد لله الإجراءات الوقائية في الحج بوجود هذه اللقاحات وهي تعتبر نجاح كبير، لكن التنازل أو عدم الالتزام بهذه اللقاحات قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض أو انتشارها. هناك لقاح آخر هو لقاح المكورات الرئوية، مناسب نسميه باللغة الطبية نيموكوكال،
يعطى هذا اللقاح للبالغين الأكثر عرضة للخطر الإصابة بالأمراض، وهم الذين يبلغون من العمر 65 عام فما فوق، والبالغين المصابين بالأمراض المزمنة مثل الربو والسكري، الأمراض المزمنة الشائعة عندنا، ينصح بأخذ هذا اللقاح لهم وفي الأيام الاعتيادية، يعني حتى في حال عدم الحج، ولكن في الحج ينصح به أكثر للحماية من الإصابة، لأن المكورات الرئوية من الأمراض التي تصيب من الأشخاص الذين لديهم نقص في المناعة أو لديهم أمراض مزمنة، بالذات الأمراض المزمنة الشائعة عندنا الربو والسكري. لذلك ينصح باللقاح ضد المكورات الرئوية لعدم الإصابة بالالتهاب الرئوي. الخلاصة، أخذ اللقاحات قبل الحج بفترة كافية أمر ضروري لوقاية الحجاج من بعض الأمراض المعدية. اتباع الممارسات الوقائية هام جدا جدا، كما نعلم لا نعلم ما يخفي لنا من الأمراض ومن الفيروسات والأشياء، وكما نعلم أن بعض الأمراض تنتقل من الحيوانات للإنسان لم نكن نعلم بها من قبل، فإذا اتباع الممارسات الوقائية أمر مهم جدا. شرب كميات وافرة من الماء من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، بالإضافة إلى شرب العصائر الطبيعية للوقاية من الإصابة بالجفاف. تناول الفواكه والخضار الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال وغيرها، الحفاظ على توازن مخزون المياه في الجسد. كذلك قبل الحج ينصح بممارسة الرياضة، يمكن لأنه موضوعنا يتكلم عن الحج وأثناء الحج، ففي فترة الحج يعتبر الحاج أصلا الممارسات والطقوس الدينية التي يقوم بها فيها بعض من الرياضة، لكن من قبل ذلك يجب على الحاج أن يهيئ نفسه لذلك، ويتهيئ لأنه يكون في إرهاق في الحج والطواف والسعي، يكون متعود على الأمور مثل هذه حتى لا يرهق ويصاب بإعياء ممكن أن يسهل إصابته بالأمراض، خاصة الأمراض التي لا يوجد لها لقاحات متوفرة حتى الآن. أخذ قسط كافي من النوم كما ذكرنا سابقا من 6 إلى 8 ساعات يوميا مهم جدا للحماية من الأمراض وزيادة المناعة. في النهاية يجب أن نتذكر أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. وأخيرا شكرا لحسن استماعكم جميعا. شكرا لك أنت دكتورة رجاء على هذه المحاضرة التي تعرفنا من خلالها على كم كبير من المعلومات والنصائح التوعوية، سواء كانت لنا أو لعامة الناس وكذلك لحجاج بيت الله الحرام. شكرا جزيلا لك. متحدثين الأفاضل، ضيوفنا الكرام، الأخوة الحضور والأخوات، يعاني البعض من الحجاج أو من عامة الناس من بعض الأمراض المزمنة والأزمات الصحية، وهذه الشريحة تكون عادة في أمس الحاجة إلى النصح والتوعية بكيفية التكيف مع هذه الأمراض أو التعامل معها بالشكل الصحيح. ليس هذا فحسب، وإنما هم بحاجة أيضاً إلى التعرف على الطرق السليمة والآمنة لاستخدام الأدوية، وهذا ما سوف تقدمه لنا ولكم ضيفتنا المتحدثة في هذا المؤتمر، الصيدلانية الكلينيكية والباحثة في العلوم الصيدلانية وعلوم أمراض القلب والأمراض المزمنة بجامعة الملك سعود بالرياض، سعادة الدكتورة فخر بن زهير الأيوبي، في محاضرة بعنوان الحقيبة الصحية والاستخدام الدوائي الأمثل للحاج. تفضلي دكتورة فخر، مع خالص الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخوة المستمعون، الأخوة الحضور، المتحدثين، المنظمين، أشكر لكم طبعا هذه الدعوة، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله أن تكون تحقق هدفها ولماذا عقدت له. أيام فاضلة الآن، يوم التروية إن شاء الله، إحنا خلاص على وشك بإذن الله يوم عرفة، فالحج الآن على أهبة الناس، على أهبة الاستعداد، الناس الآن متوجهة بإذن الله إلى لقاء ربها سبحانه وتعالى في المكان الطاهر في مكة المكرمة، التي يتمنى جميعنا أن لو كنا جزء من الحملات التي ذهبت هذا السنة لتأدية الحج الآمن بإذن الله. طبعا كما تشاهدون، الفكرة الأساسية كانت من هذه الندوة الصحفية هي تسليط الأضواء على الإجراءات التي حدثت في هذا الوقت الذي يعتبر خاص جدا، وقت الوبائيات، وكيف استطعنا أعتقد أنا بحرفية عالية جدا احتواء هذه المشكلة، التعامل معها، بل وأيضا وضع بعض اللوائح والأنظمة التي ساعدت ولله الحمد على الحجب
من انتشار هذا الوباء، بل بالعكس استطعنا ولله الحمد في المملكة أن نكون مرجع في الحمد لله رب العالمين السيطرة على هذه الحشود بشكل سليم وآمن. وبإذن الله أتوقع قريبا تصدر بعض التقارير من وزارة الصحة، الجهات المخولة طبعا لإصدار هذه المعلومات، تبشرنا بإذن الله باحتواء هذا الحج الآمن، وكيف استطاعت المملكة ووزارة الصحة والكادر الطبي أن يتعامل مع هذه الجائحة بشكل راقي، بشكل مستحكم به بكل الوسائل وبكل الطرق. واحد من هذه الأشياء طبعا كما أسلف الزملاء سابقا هو الطب الوقاية، وهو طب متقدم جدا في المملكة كما تشاهدون. ما شاء الله المتحدث دكتور أشرف والمتحدثة دكتور رجاء استطاعوا أن يسلطوا الأضواء على كيفية احتواء الأوبئة وكيفية التعامل مع الوباء بشكل علمي، ليس فقط نظريات بل وأيضا كيف يكون في أرض الواقع. الجزء أحاول الآن أني يعني أحاول التركيز عليه على طبعا حسب الوقت المتاح لنا، وهي ما يقال عنها أو ما نسميها بالحقيبة الطبية. قد يحدث بعض اللغط في بعض الأحيان بين الحقيبة الطبية والإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية لها طبعا أكيد ناسها وهم طبعا مهيئين في مكة المكرمة وهم من الكادر الطبي ومهيئين لاحتواء هذه الأعداد الهائلة من الحجاج. ما أقصد به بالحقيقة الحقيبة الطبية هو ما سوف أسرده لكم في إن شاء الله في الدقائق القادمة. الجزء المهم هنا والذي أحب أن أركز عليه، أنني صيدلانية حاصلة على الدكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية، فمعنى ذلك أنه ليس فقط الأطباء ولكن أيضا الصيادلة لهم دور في احتواء الجائحة، التمريض، المثقفين الصحيين وغيرهم. فالكادر الطبي سواء كانوا متخرجين ممارسين أو حتى طلاب هم مؤهلين لاحتواء هذه الجائحة. كما تشاهدون هنا أن كل ما تعمقنا في المشكلة كل ما استطعنا أن نجد المتعة والجمال في هذا المنظر. فالشاهد في الكلام هنا، حدثت الجائحة، كل الدول عانت بطريقة أو بأخرى، وكل منا من المجتمعات استطاع أن يستخلص درس أو درسين من هذه المشكلة، وكيف استطعنا فيما بعد تهذيب بعض الصفات وبعض اللوائح لكي تخدم المجتمع وعلى رأسهم طبعا السليم والمريض. فما أقصد به هنا كما ذكر زملائي وهو شيء مهم جدا، الجزء المادي. الجزء المادي مهم جدا، فنحن نعلم بأن الجائحة استطاعت أن تجفف بعض المصادر المالية المادية لبعض الدول، لذلك كان هناك لابد من إضافة جزء البادجت اللي هي الميزانيات من أجل الوقاية خير من العلاج. كما كان في آخر شريحة للدكتورة رجاء قالت لنا أن الوقاية خير من العلاج، وهذا كلام سليم جدا. فالميسينج بارت في البراكتس عندنا هو أنه بعد ما تحصل المشكلة نحاول أنه إحنا كيف نتخطى هذه المشكلة. كما تشاهدون بأن دول العالم برمتها تركز على الاقتصاد الصحي وهو مهم جدا. كما تشاهدون في بعض الدول القليلة جدا يكون نسبة الصرف على الصحة عالي، لكن معظم الدول في العالم يكون صرفها على الصحة أقل. طبعا هذه نسبة وتناسب، لأنه حسب دخل الدولة سوف يكون توجيه أكيد طبعا الصرف الصحي لها. في نفس الوقت هنا أيضا كما تشاهدون بعض الدول تستطيع أن تكرس جميع مصادرها إلى الدخل الذي يعود إلى المجتمع الصحي. فهذا ما حدث لنا الآن في الجائحة، كل الدول بدأت تركز الآن على كيفية العدل بين الصرف وبين معادلة الصحة بشكل سليم. أن لا أقوم طبعا أكيد بدفع مبالغ هائلة جدا في شيء أستطيع من البداية أن أقوم بتحجيمه. فما هي الحقيبة الطبية؟ أقصد بها الحقيبة الطبية كما تعلمون بأن الحاج في الأول وفي الآخر هو إنسان، والإنسان عرضة لأن يصاب بأشياء ممكن تكون عادية عرضية، ممكن أن يقوم باحتوائها هو بنفسه بشخصه بمن حوله. فيما بعد طبعا هناك مراكز صحية مخصصة للحجاج
كل سنة، وبالتالي هذه السنة كانت بطريقة مكثفة. ما أقصد بالحقيبة الطبية وما هو الهدف منها؟ طبعا كما أسلفت لكم سابقا، توفير العلاج الأولي لأي مريض، لأي حاج، لأي معتمر، لأي إنسان يقوم بعمل شيء معين أو بخدمة ما أو بمهمة ما. فالمقصود منها هو إسعافه في الوقت المناسب قبل أن تتفاقم المشكلة، وهذا مهم جدا، لأنه عندما أقوم باحتواء المشكلة من أولها أتجنب مضاعفاتها وبالتالي صرف مبالغ كبيرة عليها. من ضمن المحتويات التي لابد أن تكون في الحقيبة الطبية، وأنا أعتقد أنها الحقيبة الطبية لابد أن تكون إن شاء الله بإذن الله هي من الأشياء المهمة التي يعد فيها الحاج سواء في وقت كورونا أو فيما بعد في الأوقات الأخرى، بحيث أنها تكون المرجع له الصحي في حال احتاج أي مساعدة أو أي خدمة. على سبيل المثال أن يكون فيها إرشاد ودليل موضح له التوجه إلى أي جهات، ماذا يصنع، ماذا يفعل في حال حدوث شيء معين، أن المناسك الحج أيضا أن تكون بشكل سليم وبشكل واضح. المهم طبعا بالنسبة لمناسك الحج أن تكون بعدة لغات أيضا. الأشياء المهمة أيضا بعض الأشياء الإسعافية التي سوف أتطرق لها بشكل مفصل الآن، بعض منظمات الأدوية، ولا بد أن تكون كما تعلمون أن معظم الحجاج في هذه السنة هم من الأصحاء، لكن على سبيل المثال لو عنده حساسية أو عنده أمراض موسمية فيفضل أن يكون عنده علبة منظمة للأدوية بحيث أنها تكون سهلة في متناول الأيدي وبعيدة عن الجراثيم والتلوث، وفي نفس الوقت تكون منظمة فما ما حيحصل لخبطة في أخذ العلاج. وجود بعض الأدوات طبعا، الهواتف المهمة للحاج إذا حصل كذا أو حصل كذا ماذا يفعل، ماذا يصنع، هذه لابد أن تكون موجودة في الحقيبة الطبية. الأسعافات الأولية برمتها سواء كانت نزيف أو خدش في الجلد، لو في هناك آلام في المفاصل يكون هناك مسكنات، بعض الأقراص المسكنة بجرعات سليمة وصحيحة وبتخزين لائق وبتخزين يستمر مع الحاج إلى آخر يوم في حجه لكي يستطيع استخدامه إلى آخر يوم لو احتاجه في أي وقت. الصداع النصفي وهو من الأشياء المؤلمة جدا وقد في بعض الأحيان تعيق حتى في إتمام الحج، لو حصل في جفاف في العين هناك قطرات لجفاف في العين، مراهم أيضا لبعض البثور، بعض لو حصل هناك بعض الجروح، مطهرات للفم، مطهرات أيضا، معقمات في حالة وجود أي لسعات أو أي إصابات في خدوش الجلد، ومطهرات له. مضادات الحموضة مهمة جدا طبعا، وخاصة في هذا الوقت تكون طبعا الأماكن هذه تكون مليئة بالمشاعر الروحانية، وقد يحدث بعض في بعض الأحيان ممكن تحصل له بعض المضاعفات من توتر، من سبحان الله خوف من بعض الشعائر أو عدم إتمامها وهكذا. فهذه الأمور طبعا ممكن تؤدي إلى بعض الحموضة وبعض المشاكل في الهضم، هذه لابد أن يكون هناك في الحقيبة ما يعالج هذا الشيء. مراهم الحروق، خافض الحرارة مهم جدا طبعا، ونحن نعلم أن هناك ضربات للشمس فكيف يتعالج هذا الوضع، وهناك إرشادات للمريض للحاج ومن حوله كيف يتعاملون معها. لو حصل هناك نزلات برد أو تسمم لا سمح الله، طفح جلدي والمراهم المصاحبة له، كذلك مقياس درجة الحرارة، وهذا مهم جدا طبعا في الوقت كما أسلف الزملاء أنه وقت حار جدا وقد يتعرض الحاج إلى ضربات شمس، يكون هناك الشمسية أيضا في هذه الحقيبة، رباط ضاغط لو احتجنا إلى ضمادات في بعض الأحيان، دهان للألام للركب للمفاصل، قطن تكون طبعا معقمة، أيضا بعض القفازات، هناك قد نحتاج إلى بعض الأكياس البلاستيكية للتخلص من بعض الأدوات اللي هي ممكن تكون مؤذية، قطن طبعا كما أسلفت سابقا للعين للأذن، وهذه طبعا كما تشاهدون هي اجتهادات تمت عن طريق وجود أبحاث، وحصل هناك مقابلات مع حجاج من السنوات السابقة وسألناهم ماذا تعتقدون ينتقص الحج كان في المرات السابقة، فكانت هذه هي الإفتاءات التي حصلنا عليها. أيضا كيف يتعاملون في حالة حدوث مثلا كسر أو لا سمح الله أحد الحجاج تعرض إلى دفع أو إغماء، ماذا يصنع،
الحج ماذا يفعل؟ فهناك طبعا كروت إرشادية تشرح له ماذا يفعل في حالة وجود اختناق عن طريق مثلا بلع جسم غريب، أيضا طلب أرقام الإسعاف، ما هي الأرقام، كيف يتعاملون معها، تجنب التعرض طبعا لنفس الخطأ أو الخطر عدة مرات، فيكون هناك زي لائحة للحجاج بالابتعاد عن مناطق الخطر. أيضا في بعض الأحيان يحتاجون إلى توعية إلى بعض الجرعات الدوائية مثل أدوية الصداع، أدوية الحساسية، ما هي أقصى جرعة ممكن أخذها باليوم أو ما هي أقل جرعة. أيضا إذا كان هناك مصاب كيف يتعاملون معه، والأدوية المقترحة حسب الدراسات وحسب ما يحتاجه طبعا الحجاج في السنوات الماضية. طبعا القيء من المشاكل التي ممكن أن تحدث في تجمعات أو في الحر الشديد، فماذا نصنع، ما هي الأدوية وهي الجرعات، في كل دواء لابد أن يكون هناك أقصى جرعة حتى ما يصير في تسمم دوائي منها. المغص وألام البطن لابد أن يكون هناك علاج لها موجود في هذه الحقيبة. الإسهال أو الإمساك كيف يتعاملون معه، ما هي الأدوية المصاحبة، القولون وتهيج القولون، وهذا شيء متوقع جدا طبعا في هذه الفترة، فما هو الأدوية الموجودة مثل الفحم مثلا أو مثل بعض الأدوية التي متداولة ومعروفة حتى في الصيدليات المجاورة، الحموضة وحرقان المعدة، الإمساك كما أسلفت سابقا، وكذلك المغص الكلوي في بعض الأحيان بيحصل لأنه المرضى الحجاج نقص السوائل في هذه الفترة قد تكون سبب تهيج بعض الآلام في الكلى. أيضا لو حصل عنده تكرر في بعض الأعراض مثل الصداع أو الأقياء لابد أن طبعا يوجهه ماذا يصنع ماذا يفعل. كما أسلفت سابقا طبعا الحساسية الجلدية أو فيما بعد حتى الموسمية، ألام الأسنان، ألام العظام، تهيج العين في بعض الأحيان مش بس فقط جفافها، لو حصل في التهابات وهذا شيء متوقع طبعا، المضادات الموجودة أن تكون بإشراف طبي طبعا، ولو حصل وكتب له مضاد أن يأخذها بالجرعة الصحيحة وبالفترة الصحيحة، أن يكون هناك توعية لهم أنه ليس يوم أو يومين، إلى نهاية الكورس كاملا. وهذا مهم جدا لأنه في بعض الحجاج للأسف كان يأخذ حبة أو حبتين ويتوقف عن ذلك. فكما أسلفت سابقا دور الصيدلي مهم جدا في الحج، وجزء كبير منها طبعا الحقيبة الطبية، التوعية طبعا، التأكد من أن هذه الأدوية موجودة بجرعات صحيحة، من أنها مخزنة بشكل صحيح بشكل منظم، كذلك طريقة استخدامها، تفاعلها فيما بعد مع بعض الأدوية الأخرى، مع بعض الأكل حتى الأعشاب فيما بعد. أيضا من الأشياء المهمة جدا أن يكون هناك دفتر يدون فيه هذه الأشياء، بحيث أنه لو حصل فيه لا سمح الله نقص أو حصل فيه تلف أو أي شيء لأحد هذه العناصر أن يتم تعويضها في الوقت المناسب. كما تشاهدون عدة أدوار بعدة مراحل يحتاج أن نقوم بتوعية أكيد للمجتمع، وما نقوم به الآن هو جزء من هذه التوعية. التوعية أنا أؤمن أن تكون مقروءة مسموعة وأن تكون بشكل دائم، لأنها كما تشاهدون هي عبارة عن صحة حجاج، والحجاج أهم شيء الآن لنا في المملكة، هما مصدر أكيد فخر لنا، وجود مكة المكرمة لدينا هذا شيء طبعا يشرفنا. الشيء الآخر أكيد صحة الحاج هي أهم شيء لنا وللدولة ولجميع المواطنين السعوديين، فمن باب أولى أن نحافظ على صحتهم. فالوقاية أهم شيء، فيما بعد لو حصل وحصل المشاكل فما هو العلاج وطرق العلاج المثلى، وطبعا أهم شيء كما أسلفت سابقا هو التعاون والعمل كفريق واحد، كلنا طبعا نعمل من أجل أن إن شاء الله نخرج حاج آمن، وأن يأتي الحاج بذكريات جميلة عن هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام. وأتمنى أن أكون أطلت عليكم في هذه المعلومات البسيطة، وطبعا أكيد بانتظار أسئلتكم إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتورة فخر على هذه المحاضرة، أيضا من المحاضرات التي تفيد وتقدم معلومة قيمة لحجاج بيت الله الحرام، نشكر لك هذه المحاضرة. في ختام هذا المؤتمر لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمنظمي هذا المؤتمر، وهم الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وشركة فايزر السعودية المحدودة على هذا التنظيم الرائع وعلى هذه المعلومات القيمة التي قد
كانت فعلا مفيدة لكل من حضر هذا اللقاء، سواء منا كإعلاميين أو أيضا من الحجاج أو من المواطنين أو ممن يتابعونا، الذين سوف أيضا يتابعون هذه الحلقة كاملة على موقعنا في اليوتيوب، حتى تعم الفائدة على الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الندوة القيمة مفيدة لكل من تابعها، كما نجعله يعني نعمل من الله سبحانه وتعالى أيضا أن تكون في موازين حسناتكم أنتم متحدثين على فاضل، سعادة الدكتور أشرف أمير، سعادة الدكتور هاني، سعادة الدكتور رجاء، وسعادة الدكتور فخر. والشكر موصول لجميع الأخوة الإعلاميين والزملاء الصحفيين الذين شاركونا في هذه الأمسية المباركة. أود أن أختم بأن أقول لكم كل عام وأنتم بخير في هذه الأيام المباركة، التي نسأل الله أيضا أن يعني يجعلنا من المستفيدين منها والغانمين منها يا رب. تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.